لبناء الجزائر الجديدة في تبسة، لرفع الغبن ومكافحة الفقر وخدمة المواطن بطبيعة الحال بتنسيق مع الجميع. الوالي ليس هو كل شيء، الوالي يعمل مع مجتمع، مع مواطنين، مع فعاليات مجتمع مدني، مع جمعيات، مع منتخبين، مع إطارات. وباش البلاد هذه نبنوها لازم كل واحد يقوم بالواجب نتاعو في المجال نتاعو في الميدان نتاعو.